ككل صبيحة جمعة يلتقي هؤلاء بغابة كنستال بوهران، شباب نساء كهول وحتى أطفال جمعهم حب الرياضة. نادي وهران ينظم نهاية كل أسبوع ومنذ قرابة الأربع سنوات حصصا بدنية ورياضية يؤطرها مدربون وعداؤون محترفون تطوعا لكل شخص يرغب في المشاركة في هذه الحصص. بدينا بدي بيرسون 15 بيرسون 20 بيرسون حتى لحقنا زعما ان نومبر ريكور سيتي 210 بيرسون اون اون سول سيونس اي فوالا سي بروباجي كاع هنايا في وهران والحمد لله يا ربي اون في تو سا بار بينيفولا باسكو اون ايم سا اون ايم لو سبور اي سورتو سورتو اون فو انكولكي هاد لا كولتور سبورتيف للناس تو دوسمون. تكريس ثقافة ممارسة الرياضة والمداومة عليها بشكل دائم كان الهدف الرئيسي لهؤلاء المدربين. المبادرة لقت تجاوباً كبيراً من المواطنين على اختلاف شرائحهم وأصبحت فرصة للاسترجاع والترويح عن النفس بعد أسبوع شاق. عطتني مونتاليتي ولات عندي كولتور سبورتيف اللي ما كانتش عندي من قبل وليت صاي أنا بيتوي سي غراتوي وتعرفت على ناس هنايا فريمون ولا اصحابي. كنت جوغ ديبيتونت ما نجريش كيفهم كاع ومع الوقت بشويه بشويه وليت نزيد في الغيت حتى الحمد لله راني نقدر نكمل معاهم. وهذا الكلوب عجبني بزاف باسكو ديجا نجرو في لافوغي حاجه مليحه نجي هنا تبدل. فكره سفيان والتي لقت صدى كبير لدى ممارسي الرياضه ومحبيها حققت نتائج بدنية ملموسة وحتى على المستوى الذهني والنفسي. الريزلتا سيتي بوكو بلوس بسيشيك كو فيزيك دونك اوتوماتيكمون كاين اللي ندبجو معانا ولاو من لونتوراج تاعنا كاين اللي حبس الدخان كاين اللي لا شونجي كومبليتمون دو 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 مونتاليتي كوتي سبور كوتي كاين اللي تخل ولا يدير سبور ولا كاين اللي ولا يدير الفيلو الوغ كو ما كانش كاع يبغي سبور. وان كانت هذه الحصص تشهد توافدا معتبرا نهايه كل اسبوع الا ان سفيان ورفقائه يطمحون لاستقطاب المزيد من هواة ممارسه الرياضه.